ليش معنك مغيري اواعيكي؟ يلا غيري اواعيكي واكتبي وظايفك. شو؟ حتى انت مو مغيره. يا بنات شو ماما؟ باي باي، هذا بدي يروح. باي باي. شو يا بنات، يلا غيروا اواعيكم واكتبوا الوظايف تبعكم. لا شو يا بنات، يعني كل يوم سيدرا كل يوم بدكم سيدرا، يعني يا هي تجي يا تروحوا لعندها. ما مليتوا من سيدرا لهالدرجة بتحبوها يعني؟ تمام، رح اتصل بابوكم ومشان يجي ياخذنا. تمام، مبسوطين مبسوطين كثير لانه رايحين لعند سيدرا. طيب بدي احط شويه اواعي للتوأم، بدي اجهز حالي انا كمان. شو ماشي، بنروح على المكتبه كمان مشان ناخذ لك فوتوكوبي لها. هيلين، هيدي لبسوا برجليهم للتوأم، لبسوهم منيح انه مغيرت لهم كمان. يلا هيلين، هيدي لبسوا التوأم برجليهم مشان نروح لعند سيدرا. يلا ليليان، بدك تروحي عند سيدرا؟ يا عودي حتى هي بتحب سيدرا. يلا هلا بدنا نروح لعندها لسيدرا، من زمان ما رحنا. للأسانسير مشان نروح. هيلي مبسوطة كثير لأنه رايحة لعند سيدرا. هيلي شو صار معك؟ يلا هدي هدي هدي. ابني عم يظبط صبابيط الجيران حتى. هدي. يلا خلينا نروح. اساسا رح ينزل المطر في غيم. يس، اجا جمال مشان نروح على بيت سيدرا. جمال سلام جنايدن. كلهم عم يتخانقوا على ابوهم التوأم. بدنا نروح لعند سيدرا بالاول، ما بعرف شو نعمل. قدام باب بيت سيدرا رايحين لعندها، لسه هي مو جاي من المدرسه. هيلين ثواني، شو رايك نعمل لسيدرا سربرايز؟ يلا خلينا نروح قبل ما تجي، ان شاء الله ما تلحقنا. سيدرا بتجي الساعة 5 من المدرسة، هلا الساعة 5 الا ربع. يلا يلا. انا كان سيدرا يقصد. تمام، هلا رح نتخبى بيت سيدرا ونعمل لها مفاجأة. لسه مو واصلة، بعد اون دقيقة كالد، يعني 10 دقائق 15 دقيقة وبتجي سيدرا. لا لسه مو جاي. لا لسه مو جاي، انا متأكدة لأني بعرف إمتى بتجي. ليليان. يلا يا بنات. جينا على بيت سيدرا، لسه مو جاي. شوفي لسه البوط تبعها مو هون. سيدرا هلا جيل ميديك. مشكلة بني. بوسوها لخالتكم. مشكلة ام سيدرا احيانا بتطلع بالقناة بس اليوم لسه يعني مو لابسة على راسها. اختي البنات رح يتخبوا من سيدرا ويعملوا لها مفاجأة. تمام؟ وين رح تخبيهم؟ عشان رح نقول انه بس انا والتوأم جايين. يلا تمام، تعالوا تخبوا بالصالون. بسم الله الرحمن الرحيم، عندها بلكون بالصالون. شوفي عبد الله قعد كمان اخذ وش. روحوا على بلكون الصالون وتخبوا. والله وهلا جاي لانه هي شي 5 دقائق رح تكون هون. ضلها 5 دقائق. يلا بالبلكون لا تطلعوا تشوفوا. ها هيبي قال رح تشوفكم بالبلكون، لا تطلعوا. عدي بالارض هون هون هون، تخبي هون بالزاويه هاي. تخبي تخبي. لا انا ما رح اتخبى. ليليان رح تتخبى كمان. ولا تعا تعا انت تعال لا تتخبى. تحت عم تيجي هي واخواتها، ليكوهم تحت. بدي احكي للبنات يتخبوا. لي ليكون جايين. يا حرام اخوها حمل شنطايتها عنها. هاي الكاميرا تبع بيت سيدرا، رح نشوف سيدرا هلا. لازم تجي من هذا الدرج. بدنا نشوفها لسيدرا هلا. بس تفوت بنروح نفتح لها الباب. هلا اكيد تحت عم تفوت على الاسانسير. هلا رح تجي سيدرا. ليكي كاني وقف الاسانسير. عبد الله لا تلعب بالضو. اجوا اجوا اجوا، رايحين نفتح لهم الباب. هاي اخوها لسيدرا وهي سيدرا. يلا رايحين. تمام. اوه وش قال دينيس؟ تعي سيدرا. يلا سيدرا تعالي تعالي عمري، فوتي. لا بالبيت هي عند ابوها.
يا عمري ابن اختي كاتب اسم امه عقيده الله يحميه يا رب. سيدرا فاتت على الحمام وعم تقول هدول البواط لمين. سيدرا فاتت على الحمام. تعالي سيدرا تعالي. لا لا ما. شو سيدرا؟ لك ما اجوا ما اجوا كيمسه قال مدك ما اجوا ما اجوا ما حدا اجا. سيدرا سيدرا شافت بواط رجليكم قالت لي ليمون لمين هدول البواط وشكت اساسا يعني ما خطر لنا نخبي البواط يا قال خطر لو ما خبتهم. سيدرا لا تنصن كيفك اليوم هيلين وهيفي ضيوفك الحمد لله بخير انت كيفك اخبارك يا عمري يا سيدرا شو عم تلعبوا يا اولاد؟ شو عم تلعبوا؟ عقيد كمان اجا ها كان بالمدرسة هو كمان بس سيدرا عقيد عم تعمل شعرات لسيدوش سيدوش سيدرا مبسوطة اجوا هيلين وهيفي لعندك؟ يعني كتير كتير مبسوطة؟ يا عمري شو هاد؟ المكتوب عليه اسم هيلين. سيدرا انت كاتبه عليها؟ هيلين تعي فرجينا شو هذا اللي مكتوب عليه اسم هيلين. شو هذا؟ هاي نفاضه يعني؟ فرجيني والله النفاضه هاي كثير حلوه ها شكلها. سمي سيدرا انت كاتبه. يعني مين رح يكتب عليها هيلين غيرك؟ يعني بتحبيها لدرجه انه تكتبي اسمها شحاطه. ايه هاي مو شحطة هاي نفاضة والله كتير حلوة شوفوا انت بتعملي سيدرا شعر سيدرا قبل ما تجي تروح على المدرسة وبعد ما بتجي مو كل ساعة كل ساعة شعرها ناشف ايه سيدرا وما بيعجبها العجب بعرفها يا عمري سيدوشم شو سيدرا شوفي هيلين وهيفي سيدرا بدي اياكم ترسموها لنس سيدرا عادي خليه يرسموكي البنات سيدرا عادي مقابلهم خليهم يرسموكي اوتر خلي اوتر جام انا بدي بوز ريدي جام بشكلت اللي تشتغل شو لا لا لازم تعدي اوتر ام يور ما بيصير هيك طيب تمام اعملي حركه خلص دبل اب هاي هاي ليكا فتحت ايديها وارسموها يا بنات شو؟ خليه توقف هيك هيلين تمام هيلي هذا هيفي اللي بيرسم اللي بيرسم سيدرا احلى شيء بياخذ مصاري فرفري جمها اللي بتطلع يعني اللي بسيدرا بتقرر اللي سيدرا بتقرر رسمتها احلى شيء بعطيها مصاري تمام سيدوش سيدرا ما تتحركي كثير بس رح تتعبي هيك عقيد انت كمان شيل ورقه وارسمها ارسمها لسيدرا لا لا عادي سيدرا ما تتحركي يلا يا بنات بعطيكم اون دقيقه سيدرا ارسموا سيدرا شو بطلتي اي خلي عقيد كمان يرسمك شو هيبي ليش ما بدك ترسميها لسيدرا ليش خلص انا بحكي لها لا تتحرك تمام سيدوش حركتك ما ها تمام 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 هذا بلشوا معاكم اون دقيقه ها 10 دقائق تمام خلص يرمي دقيقة 20 دقيقة تمام عقيد بلش بالرسمة لنشوف كيف بده يرسمها تمام وهيلين كمان بلشت بالرسمة ما شاء الله هيفي كمان بلشت هيفي ما عم تطلع على سيدرا عم يرسموا من عقلهم شكلهم هلا بدنا نشوف مين أكثر شيء رسمة سيدرا بطريقة حلوة أولاد خلصتوا الرسمة ولا لا؟ شوف يلا هيبي لسه ما خلصت هيلين فرجينا الرسمة تبعك ليش لا انت فرجينا عقيد يا ما رح يفرجونا هلا بتيت تمام يلا خلي سيدرا تحكم احلى رسمة بتفوزها يعني انجز الرسيم
ايه رح تفوزي رسمه احلى رسمه. الكاميرا يلا هاي هيفي فرجيني. سيدرا عم تضحك عليها. بتشبه لا بتشبهك شوي. تمام هي ليسا وهي هيلين. هي تخرب بيتكم فرجيني عكيت. اما لسيدرا فرطت بضحك يعني. هلا سيدرا هيك شكلها يا حرام. سيدرا مش قادرة تشركين لا. شو شايفين سيدرا قدامكم يخرب شيطانكم. طيب يا بنات يا سيدرا كيف قصدك؟ يعني مين احلى شيء؟ هذا سيدرا قرار بيت. شو سيدرا؟ شو سيدرا مين؟ يي زعلت سيدرا. يا ليش رسمتوها بطريقة بشعة؟ شو سيدرا؟ سيدرا زعلت يا بنات. يي لوين راحت سيدرا؟ سيدرا وينك ماما وينك خالته؟ سيدرا زعلانة وطالعة على البرندة. ليش رسموها بطريقة مو حلوة؟ سيدرا يلا يلا خلاص فوتوا لجوا. شو؟ اما لسيدرا زعلت كمان ليش رسموها لسيدرا هيك؟ شو بدك تعاقبيهم؟ رح تعطيهم عقاب اختي. يلا عدوا رح تعطيكم عقاب اختي. سيدرا واما رح يعاقبوكم. في تم عدوا كلياتكم مع بعض اختي رح تعاقبكم. يلا عدوا وقفوا على رجل وحدة. كم دقيقة لازم يوقفوا على رجليهم؟ كاش خمس دقايق. اوه بيش دقيقة خمس دقايق. لا تنزلي رجلك يا هيلين. شو؟ عقيد انت كم؟ سؤال تاني مرة ترسموها لسيدرا بطريقة حلوة. هيدي منزلي رجليها. يلا يلا ضبوا 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 حواليكم. اما لسيدرا بدها اياكم تضبوا حواليكم كمان. شو شو اختي؟ شو رح تعملي؟ عطوها قلم يلا بدها ترسمكم. اما لسيدرا رح ترسمكم. لنشوف شو رح ترسم. اول لا ما رح ترسم سيدرا لا لا رح ترسم هيلين وهيبي وعقيد. ما تطلعوا ها؟ رح ترسمكم اختي لنشوف. هيج ما حدا يتطلع. لا وقفوا اختي خلصت. هيلين فرجينا فرجينا. هاتي هاتي فرجينا كيف رسمتيها لهيلين. هلا صار دور عقيد يا اما هيفي. مين رح ترسمي؟ شو خلصتي عقيد؟ تستاهل يا عقيد. هيك الواحد بيرسم سيدرا. وقفي وقفي مقابيلة. تعي تعي خليها ترسمك. بدها ترسمك احلى رسمة. وين هيفي؟ لا ترسموا بعض بطريقة بشعة. تمام تمام هيلين. لا شقوا الرسمات. يلا يا اولاد صار وقت الاكل. يلا صار وقت الاكل. الاولاد جايين من المدرسه جوعانين. انا اولادي بيجوا الظهر بيفطروا. سيدرا يعني انه شوي اجت لازم هلا تتغدى. شو سيدرا جوعانة؟ خلينا نفرجيهم الأكل. طبعا هذا أكل مبارح بس أختي وصلت لنا على أكل الله يكتر خيرها. نحن جينا لعندها يعني بدون ما نحكي لها جايين فهي ما كانت طابخة فبعتت لنا على أكل. وإجا الأكل يا مك حاضر. إجا الأكل من عيد. إجا العيد ومن عيد. أختي وصلت على بروستد للأولاد وموصي لإلي ولإلها على أكلة هيك يعني خاصة.
غسلوا ايديكم يا اولاد وعدوا عدوا يا اولاد مشان تاكلوا. هاي الثيابان معصب اليوم من اخوه، ليش ما جايب غير رغيف واحد؟ رح نبعت على رغيف ثاني. هاد ارهات ارهات تصصن. الله يحميكم يا رب. بلشوا بالاكل بنات. شو عم تعملوا؟ نروح على القرطاسية. يلا هيلين على القرطاسية ماما. تعي تعي سيدرا جيبوا الغراض. بدنا نروح على القرطاسية مشان هيلين بدها تستنسخ شوية أوراق، مشان هيك وظيفتها. هلا رايحين على القرطاسية مشان شوية أوراق لهيلين بدنا نستنسخهم. هيلين شو رح تستنسخي؟ شو رح تعملي؟ هدول؟ تمام كوزم. وجينا على القرطاسية أنا والبنات مشان هيلين وما بعرف شو لازمهم كمان هن. سلام عليكم. هذا هيلين شو بدك؟ لتعمل فوتو. شو هيلين؟ ما بيصير. رايحين على قرطاسية تانية. هجينا على قرطاسية تانية غير هديك. منيح انه قراب على بيت سيدرا. شو؟ هلا بدهم يعملوا لي اياهم. هيفي عم تدور لي على قنينة مي مشان المدرسة. هيفي باك بو جزل. هيفي باك؟ صغيرة هديك. هاي بتشبه تبعيد هيفي والله حلوة. هيفي حطيها على ال هيفي. يلا يا اولاد على البيت. هادي بعدين بشتري لك اللي بدك اياه. هادي هيلين. هيلين ما نقصرنا. شو اشتريتي؟ فرجينا. عادي عادي على هالكرسي قطر. جايبة صور ال بو صناتي رخصة. قال هاي صانعة محتوى على اليوتيوب. بدكم ايس كريم؟ يلا رح اشتري لكم ايس كريم وبدي اخذ ايس كريم لاختي كمان. شو يا اولاد اي واحد اي ايس كريم بدكم؟ هيك شعرات الزلمه مقطولهم منيح ما بيعرف عربي. شو يا اولاد اي واحد؟ سيدرا سن هانكي سيرنج. اي لون بدك سيدو؟ اني بامشي لك كيم. كيم استديتي لك ليليان. هاي ليليلوش. بدنا ناخذ ازرق لهيلين. هيلين بدك ازرق؟ ما بيسترسن هيلين. شو هيلين؟ تيلكلي؟ مو طيب. هيلين بدها ازرق وفراوله. وهاي لهيلين. كيم؟ عقيد بده من هاي. برافو عليك عقيد، طيبة هاي. سيدرا بدها فراولة. شعرات الزلمة، شعرات ولو. هيلين طيبة؟ باندن؟ سيدرا سن؟ اوه عجبتوني كثير. أنا ما بحب الآيس كريم. هيفي باشكا الأزرق بالتي خلص، وكمان على فانيليا خلص، والشوكولا خلص. على فكرة الجو صاير برد شوي والآيس كريم مضر. بنات ليه واقفين هنيك؟ جايلين برايا. عدو منيح سيدرا. هلا رح تجيب لكم ضيافة. ضيافة؟ شو يعني ضيافة؟ اكتبوا لها بالتعليقات لهيلين بالتركي شو يعني ضيافة. شو هيفي؟ زيافة؟ برافو عليها والله هيفي عرفت. تمام جاي. سيدرا وده هلا تحط شغلات للبنات. هيفي عدي عيب عيب، انت ضيفة. عم يأذن كمان هيفي. عيب روحي. سيدرا
شو عم تحطي لهم؟ عم تحطي كيك؟ برافو. وشو كمان رح تحطي للبنات؟ برافو سيدرا. سيدرا اليوم كثير مبسوطة إنه رفقاتها جايين عندها وما عرفانة وين تحطهم. ما شاء الله سيدرا عم تصب لنا كولا. هدول صحون ما أحلاهم ما شاء الله أختي. بدي منهم. من وين اشتريتيهم؟ كثير حلوين وكيوت. من ماردين؟ من البيم. خلاص إن شاء الله رح أروح على البيم لحتى أشتري. يلا سيدرا خذي لرفقاتك عم يستنوكي. ليليان عيب عم تحط اصبعتها ليليان. ها رح تحط طاولات بالاول. يلا حطي طاولات بالاول ماما. سيدوش بدك تحطي لهم طاولات كمان للبنات. سيدرا الامورة سيدرا. عدوا عائلين سيدوش. برافو سيدرا. سيدرا شطورة سيدرا. سيدرا شوي شوي حبيبتي شوي شوي. والله خايفة تكبيهم. شوي 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 يا قلبة هدى شوي. اختي عم تغني شوي شوي. يلا بسرعة اخذوا من ايديها لسيدرا لانه حرام. يلا عدوا عائلين اشربوا كولا وكلوا الكيك اللي جابت لكم اياه سيدوش. اشربوا ايه لك ليش؟ شو هيلي؟ شو فيها كلمة اشربوا؟ تمام هاي عرفتي. شو اختي شو؟ اشرب شاي تاني. اه رح اشرب شاي انا مع اختي. لا تكبوا شي ها؟ اشرب شي. يلا كلوا عم تضيفكم سيدرا. هلا رايحين عبيت تيتا فوق بالطابق اللي فوقنا. هيلي سكري الزر تبعك. سيدرا يلا باي حبيبة قلبي. باي هذي بوسك. يلا منشوفك هلا طالعين لعند بيت عقيد بيت تيتا. باي سيدوش. مرحبا ماما. سلام عليكم. ماما حاطة حنة اليوم. جينا لعند تيتا هي ساكنة فوق بيت سيدرا. ليش ما بتبوسوا ايديها؟ يا عمري أليف أليف على طول هي كمان بترجع تبوس إيديها التيتا. روحي لعند تيتا يا عمري. شو يا أولاد وينكم؟ قاعدين هون بالبرندة هيلين وهدول. هاي البرندة خاص ناس لماما. جينا على البيت من عند سيدرا والتيتا. هيلين اجت على السريع قالت لي ماما عندي وظايف لازم يخلصوا بكرة. هيلين فرجينا هديك الورق اللي عملتيها اللي رحنا اخذناها من القرطاسيه. فرجينا اياها ماما. فرجينا اياها لنشوف. هاي الشخصيه اللي كثير مميزه عندها لهيلين لازم تحط معلومات عنها. شو اسم المعلم تبعهم طلب منهم انه يحطوا شخصيه بيحبوها. هاي يوتيوبر مشهوره شو اسمها؟ جمره. ها تنتين شخصيتين مفضلين عند هيلين. رح تحكي عن مواصفاتهم. تمام. خبيها مشان بكره ما تنسيها. هيفي انت كمان رح تكتبي دروسك ماما. وينك هيفي؟ هيفي كمان رح تكتب دروسها وليليان عم تغير اواعيها. هيلين اليوم كنتي مبسوطة انت وبيت سيدرا؟ كثير كانت مبسوطة. ليش تعبتي؟ شو عملتي اصلا؟ ايه فعلا معها عم بتفيق الصبح وتأخرت بالدروس ولازم تخلصهم بسرعة وتنام. هيفي مبسوطة شي اليوم؟ هيك منكون. تعالي وقفي عند هيلين. هيك وصلنا لنهاية الفيديو. هيلين اللي عم يشوفنا لهلأ لا ينسى يحط لنا لايك واشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل شي جديد. يلا هلأ باي. باي. شو هاد؟ باي.